سيدنا الآن وجب الدفاع عن الكرامة من وراء هؤلاء ناس، ومن وراء مشروع وسخ قدر مستقبلا رجعونا للمربع الأول اللي انطلقوا منه أول يوم انطلقوا منه الباحثين. والله الباحثين أشرف من ذولا هسه. الآن الباحثين من جو ما سووا هيجي، اشتغلوا بس ما سووا هيجي. الآن ذولا وحسب بهذا وقتهم، هم مكنش ما مستلمين يهدمون ويحرقون ويقطعون الشارع ويقتلون الناس وسالبين حرية الناس. كيف إذا صاروا سلطة وإحنا سكوتنا لمن؟ يعني إيش نتأمل ساكتين؟ شنو نتأمله؟ يجينا وحي من السماء وينزل ويانا، إيش لقيتون إحنا ياهم بالله؟ ياهم يا قوم، شنو؟ ننتظر المعجزة الإلهية؟ الله ما يعطينا معجزة. الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير تلهمون عدو الله وعدوكم. الله هكذا يقول يا أخي. إحنا شنو قعدتنا؟ وين العقلاء؟ وين شيوخ العشائر؟ وين السادة؟ وين الواعين؟ وين المثقفين؟ وين أصحاب الأقلام اللي يحجون؟ وين يعني أنا هسه أقول، يعني وين هاي؟ وين الناس؟ مليونين وكسر نسمة الناصرية، 50 100 نفر يلعبون بيها ويدمروا الناصرية، والناصرية كانت أأمن محافظة بالعراق. الآن الناصرية صارت يعني ما عاجز، ما ادري والله، ما ادري شو اقول عنها. ليش سيدنا؟ سيدنا السكوت نصرة للظالم، لا نصير محايدين. الآن وجب علينا أن نكون بالمواجهة ونوعظ الناس ونحشي، وكل واحد ومسؤوليته، وكل واحد وقدرته. والله يا سيد، والله العظيم أقسم، وأنا هسه يعني شمس بعد ما طالعة، أقسم لك بالله لو شيوخ العشائر يصفون الآن ويقعدون السادة وشيوخ العشائر من الصبح تنتهي هاي المشكلة، لأن قانون ماكو. أنا حكيت ويا مدير الشرطة، أنا حكيت وياه قلت له شلون بيتي؟ يطلعون البيت يهدمونه، شلون يهدمون هاي المقرات أغلبها عايدة للدولة، هسا أنتم حركتوها، تطلعون بشفلات البلدية وتفرشونها، والمحافظ بأمر المحافظ، هاي الكرين بأمر المحافظ، الحفارة مطيها لهم. والله طيها المتظاهرين، شو يسوون بيها؟ هاي النتيجة. من يتحمل المسؤولية؟ المحافظ اللي يوافق على هاي المهزلة؟ أو قائد الشرطة هذا المسكين يوافق على هاي المسألة؟ مو قائد الشرطة هذا، رجال فقير، والله رجال فقير. هذا صحيح تاريخ أنا أعرفه، أمه أعرفها شن هي، بس رجال فقير مو مال قائد شرطة. عمي ركبوا كلكم وقعدوا، روحوا للمرجعية قولوا لهم أنتم دهرتونا، أنتم وافقتوا الدولة، انتم وافقتوا وقلتوا المتظاهرين شهداء والشرطه شهداء. هسه وين نعرف الحق والباطل؟ وين نعرف احنا؟ وين صرنا؟ وين؟ حتى نعرف حالنا، راسنا من رجلينا. كذلك للدوله، اقعد ويا الدوله، تعال يا انت رئيس وزراء، عمي تعال، وحده تريدنا احنا بياناتنا، انت راح تسبب لنا مشكله كبيره، راح تذبح الشيعه. انت احشوا يا هيك، احشوا يا احجوا بالاعلام، اطلعوا بالاعلام واحجوا، انجمعوا عشائر وسووا مؤتمر عشائر، انتم مؤتمر عشائر، لا مؤتمر وانجمعوا، قولوا احنا نحمل رئيس الوزراء كل هاي المهازل وكل هاي المعاناة وكل هاي نحمل هي، من انتخبناه، من انتخب البرلمان، ما انتخبه يسوي بينا هيك، انتخبه يعدل الوضع. اذا ماكو احسن رئيس وزراء بالعراق غير عادل عبد المهدي، ليش طلعتوه؟ عادل عبد ما صار بوقته، بوقتك صار هذا سنتي. والآن الشارع هذا نفسهم دول راح يجهزونهم أسلحة وتصير مواجهة وجه لوجه، بعد راح تتقاتلون بيناتكم يا أهل الناصرية، راح نتقاتل بيناتنا. والله أنا أقول لك سيدنا، هاي رسالتي لكل شيوخ العشائر، أطيها البصمة لكل شيوخ العشائر، أحملهم أنا سيد جبار، أحملهم كل المسؤولية على السكوت هذا، لأن راح نتقاتل بيناتنا عشائر، وراح نتقاتل كل احنا بيناتنا، ما ممكن. وخير دليل نتقاتل، انا ما مسوي شيء، والجماعه هسه الحدادين ومقاومين الحدادين، وامس بالامس قاعد علي يشتكي يقول شلون الشرطه ما تتابع وتقطع ولا سيد جبار. بنحكيهم انا ما كاتب، تدري كل زين، تدري الناس كلها، انا قاعد بقياده الشرطه، المحافظ شاهد وقائد الشرطه شاهد وقائد العمليات شاهد والضباط كلها والمخابرات والاستخبارات وامن وطني حاضرين كلهم، ويدرون انه انا
أنا بالقيادة جاي أدير العملية المظاهرات حالي ما حال الناس المسؤولة عن مدينة، مسؤولة عن شعب، ما مسؤولة عن نفسي. وقلت لك والآن يقاوموني، ورحت وجمعت الناس اللي جاود على الفصل يصير فصل حتى تنحل المشكلة. أعطيتهم 40 مليون ورجعوا الفصل، رجعوه عبادة، رجعوه. وعباس الحج عمر يدري شنو العلة، والآن قاعدين بالشرطة بقيادة الشرطة. كيف باكر إذا تقاتلنا علني تقاتلنا؟ وشنو السكوت هذا؟ وانا اعرفهم دول كلهم، اعرفهم اللي هدموا بيتي والحرقوا بيتي، اعرفهم واحد واحد، كلهم من عشائر، بس انا ديني ما سمح لي شويه. هسه بعدني خير، هم الحمد لله وشكره، بعدني خير، وصلت بي الحاله. لكن يا عمي باك مو شيء بالطريقه، انا اقول هسه بيتي خلي يولي، انا كلي خلي اولي، لكن دينكم وكرامتكم وعزتكم ترى رجعتوا. والله العظيم البعثيين اشرف من ذولا، انتم مشتبهين هواي مشتبهين. أنا عايش، أنا حياتي، أنا عمري 60 سنة، لا يوم ولا شهر ولا سنة ولا 10 ولا 60 سنة عمري، وقضيت حياتي بهذا الطريق، لا أنكسر وصاحب إرادة. والله ما أتنازل لو أعرف حبل المشنقة عني متر واحد. أقول قوموا عشائر وشيوخ عشائر وناس عقلاء، حاموا مدينتكم، حاموا أنفسكم، دافع عندك يا أخي. صلاتك اللي ما تعملكم معروف وتنهاك عن منكر، هاي مو صلاة، هاي لا تخلونا نتجاوز اكثر من هذا. كل واحد يصلي يقول انا اصلي صلاته تامره معروف وتنهى عن منكر. الان منكر موجود، وهذا المنكر الان شوف المنكر شنو هو وشنو افعال المنكر يا اخي، شنو هو؟ صار لنا سنه زمان مظاهرات سلميه، يا مظاهرات سلميه، هاي مو مظاهرات، هذا غزو امريكي لتفليش البنيه التحتيه الاجتماعيه والنسيج الاجتماعي العراقي.